وجدت امرأة تملكهم وأتيت من كل شيء. هنا اكو نقطة شوية الفت نظرك إليها. أتيت من كل شيء، هذا يسموه عموم مخصص بالحس. كأن احنا اكو عندنا الفاظ عامة يجي لفظ آخر دليل آخر يخصصها، واكو لا تخصيص بالحس. يعني لما القرآن يقول أتيت من كل شيء، يعني مو معنى كل شيء بالوجود هي عندها من عندها. يعني عندها طائرات طبعا لا، عندها سيارات طبعا لا، اكو عندها جبال مثلا افرض في مجلسها لا. فمن كل شيء شنو يعني؟ يعني من كل شيء يحتاجه الملك. نبه، من كل شيء يفتقر الى الملك، وظيفة او بتعبير اخر مقام الملك. شي يحتاج كل الاشياء، الابهة، العظمة، الاموال، السلاح، الجيش، اللي يحتاج الملك عدها موجود. بس مو معناه كل شيء يعني كل شيء بالوجود، لا، هذا يسموه عموم مخصص بالحس. طيب هذه انا يهمني النقطة، ليش؟ لانه الاحظ اكو بعضهم يجي لما يقرأ الاية عن القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم تبيانا لكل شيء، يقول تبيان لكل شيء يعني ما اكو شيء بالقرآن بالوجود مو موجود بالقرآن. ولذلك يحاول ان يجي يجيب للطيارة النفاثة يدور الها دليل بالقرآن يوم الها دليل، يحاول يجيب للمدفع والصاروخ يدور له دليل من القرآن. ارجوك جايبة القرآن للحشي؟ هذا القرآن بعيد عن هالاجواء، مو شغلتها. القرآن كتاب تشريع، مهمته تنظيم علائق المجتمع وتشريع العقائد، مو شغلته. القرآن الكريم مو معمل، القرآن الكريم مو مصنع. فهيك كلام طبعا ما يحكي واحد عنده علم، يحكي هؤلاء ذولا اللي يلقف له حكايه من جريده وقام يملخ. الواقع القرآن يجب ان ننزه عن هالاشياء. القرآن الكريم اكبر من هذه الامور. كتاب الله عز وجل هبط لبناء الانسان، لصنع الانسان، لصنع المجتمع الامثل. بعيد، قد احيانا يشير الى قانون علمي او سنة من سنن الكون، لكنه مو معنى تخصص ان مصنع او يحلل لي نظرية فيزيائية او كيميائية، لا، مو هذا مو شغله. طيب أتيت من كل شيء يعني كل شيء يحتاج الملك أتيت.